جيت يعني خو مال الحياة بصح قليل اللي يفهمها غير اللي دوك اللي ياكلوا ليكستا. راني لاصق راني لاصق بغيت نزيد نلصق في قرعة نلصق هنا بغيت نلصق هنا بغيت نلصق كيما المهم كاين واحد اللي جام اللي تهضر معاه يقولك راني لاصق. المهم كاين اللي يفهمها كاين اللي ما يفهمهاش. ممكن واحد الكراشي يسموه عطوه ليكستا ولا انيستا ولا ما عارف. المهم انا خاطينا تصوالح الحمد لله الله يهديهم تاني هادو اللي كيماك تلقى لي نواضر في الليل ويتمشى. المهم من النهار اللي ما يقلحهمش تهضر معاه يقول لك تقول له مالك داير نواضر وشكر يد لك راني لاصق ما تخربش فيا راني لاصق مش عارف هادي مش عارف لاصق بالسكوش بالكولا ما فهمتش علاش تغير سكوش كولات للساق ما فهمتش ولا تضرب واحد بصبعه تلصقه مع حياته ولا يدير لك راني لاصق. أني كنت في لافيي لافيي ياي لافيي كنت في لافيي كنت صاهر حطيت 10 ملايين وجيت كنت في الجنة كنت في الحج ما الخير قصدي كرلك سطع لافيي تاعك سمو تاعك تلمو لي خانزين يشم منه من يعرفو روحها بلي خانز يدير هاك ويدير هاك شو هذا كل يكون هوك الراجل زودو وطالق خيره ومش عارف لكن ولكن رقصت لي فاملات تاع الانانيش هذا ما هذه غير اكثر رقصها فاملات في كباري اللي في بار مش عارف اي يقولوا لي جن هكا زعما اللي يحصلها يرقص الرقصه وياكل هذه الاكستا يقول لك راني لاصق راني ملا شو هذا الخير باغي تولي فاملات اوملات ارواح نيشان باغي تهضر معاه كاين شي عبد اللي جا كيما يخمو مش عارف لافونير سي كيروح لافيا ومزغنا ومش عارف جوهر هيك شوف صيد هذوك هذاك هو الراجل اللي يحصلها وشي اللي تحصلها زعما اللي يروحوا هاد الصوالح هما اللي يحصلها حنا غير عروبيه وحنا ما نش عارف غير اللي تهضر معاه فين كنت في لافيا يقول لافيا دي انا والله باطل وما ندخلهاش باسكو ماهيش مش عارف كل ما نسيش فهمكم هبونا هاد الليجان والله ما فهمنا والو. وهداك النهار قال لي كنت في لافيا حطيت 50 مليون وعاجباتك 50 مليون حطيتها وجيت ما زعما تبشني هذا رجله زعما عندك دراهم مش عارف دير الخير بالك او الحرام في الحرام دير الخير بالك ربي يلقي عليك شويه ني لاصق دير نواض لاصق تخرج فيا يدير لك اني لاصق اي شو هذا غير خير لافيا لافيي كنت في لافيي وكنت ندير هاك لقى مرواش لافيي وعييت ما حصل لافيي 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 ويا لافيي ويا لافيي ويا لافيي وها يلا يهديكم يا لي جان تاع درك الله يهديكم هذه اللي نقولها لكم ما فهمناكمش لي كسطا الحمراء اش عارف البحر اش عارف الخر هذا صاي هادو اللي مش عارف بغي يدخلوا الميليو تاع دراع تاع بلي انا ميليو انا نصهر انا موالف مش عارف هذا غير خردي على الدراهم اللي ما عنده الشخصيه يدير هاد الصوالح الراجل والمراه في الشخصيه تاعه تكون كما نقولوا شخصيتك كما نقولوا الراجل مقتنع يعرف روحه بلي هو راجل مش يحتاج يدير الصوالح باش يعمل الناس يقولوا فلان عنده الدراهم فلان عنده اللطوره واحد لافيا يروح انت سي زيرو شخصية الراجل راجل نورما بلا هاد الصوالح والناس تحكم عليك مشي تاكل لي كسطا دير لي ديك هاد الصوالح يوصلوا فيها ناخذ اخرين باسكو نهار اللي تمونك دير صوالح مش فرشه باش توصل دوك باش تدي صوالحك تما ماكش راجل ماكيش مر كيما هاكا نفهم تخلعوا في الناس تخلعوا انا والله مش عارف اني غير اللي نلقاه يقول لي لاصق انا لاصق حتى قاعد نقول لي لاصق ما فهمش انا كنت راهم يبيعوا السكوش ولا يبيعوا الكولا انقطعت راهم مش عارف
راهم ستوكينها راهم يبيعوا فيها غير اللي عرفوا. يقول لك لا واحد الكراشي ياكلو سموه ليكستا، اي راني لاصق زعما كي ياكلها يقعد ما على بالها ما على بالها تبحث لبش عبله هاك نواضر يلقى في اللي يدير هو يوني لاصق يقول لك كيف كيفاش الله يهديكم. راي اذن اكبر الحق هذه اللي نقولها لكم، هدايه زينه حتى لي انا وليكم نتوما وكاع كاع الناس ان شاء الله. هذه هي قلنا له الشيطان و... هيا المهم انا غادي نلصق في قرعه دركا، راني لاصق اي صايي لاصق راني لاصق.